مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. هذا الفيديو كتير حلو ومميز وكتير تسلينا فيه. بس قبل ما بلش بالفيديو احكي لكم وين رحنا وش عملنا، حابة احكي شغلة. صار لي ساعتين صراحة قاعدة بيني وبين حالي عم فكر اذا بحكي ولا ما بحكي. اخر شي قلت لا، لازم احكي وحطكم بالجو شو عم بصير معي، وخصوصي انه انا انسان ما بعرف ابدا حط بقلبي، ف يعني بموت اذا ما بحكي، فلازم احكي. من اول ما بلشت بقصة اليوتيوب وانا عم بتهاجم من بعض الناس من بعض جنسيات معينة، فأنا ما فيني أشمل شعب كامل لأنه في يعني بكل شعب بتعرفوا في القبيح وفي المنيح. بس أنا عم بتهاجم بس لأنه كوني لبنانية، مع أنه أنا لا عم بحكي سياسة ولا بعمري طلعت هاجمت شعب معين ولا عمري طلعت أسأت على حدا بكلمة. بالعكس أنا عم بطلع فيد العالم بالنسبة لمرسين، بالنسبة لتركيا، حسب خبرتي وحسب الأشياء اللي عم بتعلمها كوني أنا كمان أجنبية وجاي أعيش جديد بمرسين. فكتير في ناس عم تستفيد مني، بس بالمقابل في كتير ناس بس هدفها تفوت تكتب كومنتس مزعجين بيضايقوا بس هيك لتنزعلي مرائي، مع أنه هي كتير سهلة في كبسة انفولو، وفي يعني ما بقى اطلع عنده ابدا وما بقى بيشوفني اذا عمل لي انفولو، وهيك ما بيزعج حاله ولا بيزعجني. بس في ناس الازعاج بدمهم. لخبركم من وقت ما بلشت اليوتيوب، اول شيء علقتني وحدة صارت تكتب لي انت ما عم تطلعي وما عم تعلي لانك كل المحتويات تعولك كذب بكذب. كنت وقتها عم بحكي عن أطول شلال بتركيا اللي هو سانتراس. طيب إنه أنا ليش بدي أطلع كذب على العالم؟ إنه هني هالعالم هالقد هبل حتى يصدقوا كل شي مثلا أنا بقوله بدون ما يفوتوا يعملوا سيرتش؟ أنا زوجي عايش بمرسين، فأنا شو اللي بيقول لي عليه مثلا بفهمني إنه هيدي كذا هون صار هيك، هيدا الشيء بطلع بحكي عنه. بس كمان بالمقابل قبل ما أحكي عن أي شيء بفوت وبعمل جوجل سيرش وبتأكد إذا اللي قال عنه صح، وبجرب جيب معلومات كمان زيادة عن الموضوع لأحكي فيها، فمش على عمياني بعمل سيرش. فهيدا الشيء كتير زعجني انه انا ما عم كذب على العالم، بالعكس انا عم جرب قد ما فيي فيد حالي وفيد غيري من ورا هالفيديوهات اللي عم بعملها، والحمد لله في كتير ناس عم تستفاد وفي كتير كومنتس ايجابية. وكمان في حدا بيكتب لي وقتها شاركت معكم بيقول لي انه انتو اللبنانية ما بتنطقوا، هيدي كمان شغلة. وشغلة تالتة، اليوم الصبح بوعى حدا عم بيسبني ويبهدلني، وايه انت ما عم ترد علي لانه انا سوري ولانه ما بعرف شو. قلت له ليه ما بدي رد عليك؟ لانك من جنسية معينة مثلا، انه شو في طار بيني وبينك حتى ما رد عليك بس لانك هيك؟ فانا حابة ارجع وجه له رسالة هون انه لا، انا مش ما رديت عليك لانك سوري. اول شي عم تحكيني الساعة 1:30 بالليل لتقلي فتشيلي عروس لانك انسان تافه. اول شي انا مني خطابة، انا بطلع عندي محتوى بقدمه على اليوتيوب لفيد العالم. مين قالك عني انه انا خطابة وعندي ولا الصبايا تحت ايدي وبس ناطرين اشارة مني ليتجوزوا حضرة جنابك؟ عيب، يعني عيب عيب يتوجه لي هيك حكي. لأنه أنا بحياتي ما أسأت لحدا شو ما كان جنسيته. بالعكس في كتير ناس من العراق بتابعوني، وفي كتير ناس من فلسطين ومن المغرب بتابعوني، وأنا شو بسأله وبيحكوني على الإنستغرام وأنا دغري بجاوبهم، وكتير بكون helpful معهم، كتير بساعد العالم. فعن جد عيب عيب تاخدوا عني هيدي الفكرة. أنا لا بكره سوري ولا بكره عراقي ولا بكره فلسطيني ولا بكره أمريكي، ما بكره إلا إنسان البلا أخلاق البلا تهذيب اللي ما بيعرف كيف يتعامل خصوصي مع الأنثى.
خصوصي انه هي ما عم تقرب صوبه بالشي، وبالعكس هيدا الانسان كمان حكاني كتير وكتير حكيت معه وتسيرت انا وياه لاعرف لوين بده يوصل، قد ما زعجني بأسئلته واخر شي بيقول لي فتشيلي على عروس. ايه عفوا، يعني سؤالك كتير طلبك كتير سخيف، فانا ماني فاضية لهالسخافة. كرمال هيك ما رديت عليك، مش لانك سوري بس للأسف في ناس كتير جاهلين. وهلأ خلينا نكمل هذا مشوارنا وأحكي لكم عنه. مثل ما شفتوا أول شيء رحنا على منطقة اسمها فندق بيناري. فندق بيناري هي منطقة جبلية بتطلش فيها، بس ما قدرنا كتير نكمل لفوق ونطلع على الساحة لأنه كان كتير الأرض جليد وهيك، وصارت تزحط السيارة وحتى علقنا وأنا كتير خفت. فوقف زوجي بمطرح ونزلوا لعبوا الأولاد شوي ورجعنا. رحنا على محل تغدينا، هيدا المحل اسمه كافاك ليدري بمنطقة اسمها إلفان لي، حد بيتونيا اللي سرعتكن فيه وخبرتكن عنه قدي حلو، وكمان هيدا قعدته كتير حلوة. شوفوا يعني بتحسوا انه في لوحات فنية ممكن تروحوا توقفوا تتصوروا حدا قد ما حلو. واكله كتير طيب، اكلنا سمك. الاسعار للأسف زادت شوي عن قبل، مثلا من قبل كنا ندفع شي 250 ليرة، هلأ دفعنا 300 ليرة على 4 وجبات مع مثلا صحنين سلطة، صحن روكا، صحن بطاطا، وأربع وجبات السمك، هالقد دفعنا. والأكل كان كتير طيب، بنصحكن تجربوه، والقعدة حلوة. محل الألعاب بس هو عبارة عن هولة بس، بينبسطوا الولاد إنه في بطاط وهيك بيتسلوا. ومثل ما شايفين الخيام، نحن قعدنا بقلب خيمة من هول الخيام. بقلب الخيام في تدفئة فما بيحس الواحد بالبرد، والقعدة هيك كتير كوزي، فيكن تقعدوا على الأرض، فيكن تقعدوا على الطاولات. بنصحكن فيه، بنصحكن تجربوا تغيير شكل. هي مطاعم إلفانلي تقريبا 3/4 حلوة، بس في مطاعم بتضل أطيب من مطاعم، ومطاعم قعدتها أحلى، وفي مطاعم مع ألعاب ومطاعم بلا ألعاب. وهلا مثل ما حتشوفوا هون بلش ينزل الاكل. هون نحن قاعدين بالخيمه ودفيانين ودورين الدفايه، ومصطفى قاعد على الارض اخذ راحته، ونحن شالحين من اجرنا. ف يعني كانه واحد قاعد ببيته، ما بحس حاله انه مقصور، بس كمان انه في مناظر حلوه وفي سمك بقلب المي كمان كتير حلو. Thank you.
انا اخر شي حابه لكم بعتذر انه زعجتكم. انا دايما بحب اقدم لكم الصوره الحلوه عن البلد وعني وعن كل شي بعمله بمحتوياتي، بس حسيت انه لازم شارككم هيدا الشي. وبدي اقول شغله كمان، اذا هيك حتضل العنصرية وهيك حتضل العالم تفكر انه هيدي لبنانية ما بدي ادعمها، وما بعرف شو الطارات اللي بين اللبنانية والسورية، بس عن جد اذا هيك بده يضل في عنصرية اكيد انا ما بعلى ولا بطلع ولا بيزيدوا عدد المشاهدين تاعولي، لانه نحنا كلنا بنعرف انه بتركيا اكتر السكان اللي عايشين هن سوريين، وفي لبنانية وفي عراقية وفي فلسطينية، بس الأكتر شيء هن سوريين. فأكتر شيء السوريين هن اللي حيهمون يشوفوا المحتوى تاعي ويشوفوا محلات عن ميرسين وهيك. فإذا كل واحد سوري بده يفكر بهالعنصرية وأنه أنا ما بدي تابع رهف لأنه هي لبنانية وما بعرف اللبنانية شو عاملين بالسوريين وبلا بلا بلا، وأنا ما بحب أبدا فوت بقصص السياسة، أنا لأنه بعامل الإنسان كإنسان كأخلاقه، ولا مرة طلعت على جنسه ولا مرة طلعت على دينه ولا مرة طلعت على لونه. أنا بعامل الإنسان كإنسان، أنت منيح معي بحطك على راسي، أنت منك منيح معي بشطبك من حياتي. كمان بدي اقول شغلة لهول الناس اللي عم يطلعوا يتفزلكوا علي كوني لبنانية وكونهم هن سوريين. على فكرة امي سورية وانا حاملة الجنسية السورية ومعي باسبور سوري، ما بعرف اذا هيدا الشي بيريحكن. ان شاء الله هيك بتكون بتخف بقى المضايقات لإلي وخلص. بس بدي اقولكن بكفي بكفي لهون وبس. بتمنى لكم يوم سعيد، بقولكن جروشروس.